يحيى زكريا مقبولي رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة، برحب بحضراتكم معنا. الحمد لله والشكر لله، النهاردة اتحقق على أرض الواقع حلم كنا بنحلم بيه أنا وبعض الزملاء من المهتمين بكرة السلة والمهتمين برعاية ولادنا وبناتنا من براعم كرة السلة في مجال المهارات الأساسية لكرة السلة. لعبة كرة السلة أساسها ومبنية على المهارات الأساسية، ومن أكثر اللعبات الجماعية تعقيدا في المهارات بتاعتها، فيجب أن اللاعب اللي يمارس كرة السلة يكون ملم تماما بجميع مهارات كرة السلة. احنا في الحلم دوت مع مجموعة من الزملاء، أخي وزميلي حقيقي على مدار السنين الدكتور هشام أحمد علي، هو المدير الفني لهذا المشروع الهام. المشروع دوت بيتكون من جزء فني وجزء إداري. الجزء الفني بيتولاه المدير الفني الدكتور هشام أحمد علي، ومعاه مجموعة من المدربين الواعدين جدا كلهم صغار في السن. والجزء الإداري ده بتتبناه المنطقة، وفي مجموعة من الإداريين على مستوى المنطقة بيقوموا بيه. في البداية مرة أخرى بحب أشكر أحد الأندية الرائدة في منطقة الجيزة، وهو نادي الصيد الرياضي، اللي قدم لنا الدعم الكامل للمشروع بمجرد ما عرضنا الفكرة عليه، وساعدنا في كده زميلي في عضوية مجلس إدارة المنطقة المهندس عمرو الصادق، اللي عرض الفكرة وتكفل بيها أمام نادي الصيد. المدير النشاط الرياضي كابتن أشرف الفار تحمس جدا للموضوع، واستضاف المركز أسبوعيا بالتداول ما بين نادي الصيد بالدقي وما بين نادي الصيد في فرع أكتوبر. المشروع ده كان حلم كنا بنخشى ان احنا نقدم عليه خوفا من الفشل بشكل او باخر. الحمد لله والشكر لله بدأنا التخطيط للتنفيذ من حوالي اكتر من عام، خطوة بخطوة بناخدها بنجهز. كان اهم اهدافنا ان الموضوع يكون بالمجان تماما، ما نحملش اولياء الامور اي اعباء مادية خاصة بهذا الموضوع، ودي كانت اهم حاجة عندنا. المشروع مبني على التطوع، العمل التطوعي التام وعدم الربحية منه. النهاردة كان أخشى ما أخشاه جزئية اللي هي عدم الالتزام، وكنت بناشد أولياء الأمور النهاردة وعلى مدار اليومين اللي فاتوا إن هم التواجد في التوقيت المحدد عشان نبدأ إجراءات القياسات البدنية النهاردة والفنية في توقيتها. وحقيقي أنا سعيد جدا لالتزام جميع السادة أولياء الأمور بالكامل. احنا النهاردة كان معانا حوالي 110 ولد وبنت، وده عدد مش قليل ان هو يتواجد، كانوا كلهم موجودين قبل التوقيت. التجربة هي الاولى من نوعها في مصر، ودي حاجة بأكد عليها انه مفيش عمرها ما حصل ان اتعمل مركز للموهوبين بالشكل دوت على مستوى جمهورية مصر العربية، لان الغرض اصلا ان انا اخلق جيل من اللاعبين الموهوبين في جميع الانديه، وبالتالي هيؤدي لي دوت لخلق منتخب قومي في مراحل سنيه مبكره تقدر تمارس كره السله بشكل صحيح. كان الغرض الاساسي ده اللي شرحناه في بدايه اليوم، احنا عايزين الولد يستمتع باللي هيتعلمه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. المركز هيعتمد على ركائز أساسية في التدريب، التدريب الفني طبعا ده شيء أساسي، ثم جزء بدني، ثم جزء نفسي وتنمية المهارات الحركية للاعب واللاعبة، ثم برنامج تغذية هيقوم بشرحه أحد الأساتذة المتخصصين في علم التغذية عشان ولادنا يعرفوا إيه الفايدة من التغذية الصحيحة، أحد مشاكل الأسر المصرية. زي ما قلنا احنا معانا مدربين متخصصين في مجال المهارات الأساسية فقط لا غير، ودي الحاجة اللي احنا بنركز عليها خلال الفترة القادمة. بكرر شكر نادي الصيد حقيقة، بكرر شكر لأسرة العمل، بكرر شكر لمجلس الإدارة، بكرر شكر لأسادة أولياء الأمور، وإن شاء رب العالمين يجنوا معانا ثمار اللي هم تعبوا النهارده على أولادهم. وألف شكر لحضراتكم وبالتوفيق إن شاء الله.